غتالي يا قالت لي ماما واش ديري كسكروت راني جيعانه وجدت الريتاج الريتاج عطيتها لها امي انت راه عاد قالت لي ماما جاي نغسل يدي راه عاد مصطاج مانيش عارفه مانيش الريتاج ما راحتش للبحر باش داها الريتاج رفدوها الدواء بصح ما نسمع لهمش اللي غدروني في بنتي. هي صرخة أم فقدت فلذة كبدها منذ أن غابت عن أعينها ريتاج صاحبة الخمسة سنوات يوم الجمعة بشاطئ مطربة بسيدي مجدوب في ولاية مستغانم، تاركة وراءها حرقة وفراغا كبيرين يدميان قلوب عائلتها بل قلوب الجزائريين ككل. معصيدة لا راحت في البحر معصيدة مانيش عارفة كا بنتي كي راحت لي بنتي خمس دقائق جينا خارجين عاوز على بنتي مصطاش كاع الناس طاحوا معايا وجروا معايا وما لقيتش بنتي في البحر. مسؤولين قالوا لي بنتي كاع ماهيش في البحر حوسنا عليها كاع عشرين وطحنا مصناش. انا نتمنى من اي امراه جابتها ولا اي راجل جابها يعيط لنا ويقولنا ريتاج وين راهي ريتاج صغيره عندها خمس سنين ونص يا ناس خمس سنين ونص راحت لي. كانت الخمسه والخمسه ونص قلت لهم وليداتي هيا نطلعوا ما صيت انا والزوجه لا مو في صوالحنا. جات هذه بنتي ريتاج هذه المفقوده قالت لي ابي قالت لي بان غسل يديا قالت لي قالت لي بان الكاسكرو تاعي قلت لها غسل يديك في المروحه اللي راحت قلت لها انا باش نخمر في الباراسول وصوالح كل شيء باش نطلعوا للدار. هي كي عاودت وقفت هكا قاعد نشوف البحر طفله ما كاش. تضاربت المعلومات عن مكان تواجد الطفلة ريتاج من خلال التعليقات عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن البحث عنها لا يزال جاريا. لحد الساعة الأخي العزيز البنت راهي مفقودة. جينا هكاك في لي كومونتير في الفيسبوك ها وشفناها نهضر لك صراحة نشكر كاع السلطات اللي ساهموا معنا وقفوا معنا وراح جاري البحث عليها. فأين اختفت ريتاج؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القليلة القادمة وكلنا أمل في عودتها إلى أهلها سالمة معافاة.